ومعنا هاتفيا من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية سيد العمد ركن خليل الطائي. مرحبا بكم. إذا الكشف عن 30,000 وثيقة عدتها وزارة الدفاع الأمريكية بشأن الغزو الأمريكي للعراق، كيف تقرأ ما جاء في هذه الوثائق؟ حياكم الله أستاذ نصير. أهلا وسهلا. أخي طبعا هذه وثائق الدراسات مهما طالب صفحاتها ومتونها لا تفي أو لا تفي أمريكا مما حل بالعراق، هي المتسبب الأول في تدمير البلاد وتهجير العباد، وما جاء بعدها من مخرجات أيضا تتحمل المسؤولية كل حسب الضرر الذي تسبب فيه. هذه الوثائق 30,000 وثيقة والدراسات والتقارير والاعترافات الرئاسية التي سبقتها جميعها لا تجدي نفعا إذا لم يتم ترجمتها ميدانية. وهنا موضوع الوثائق لا يمكن مناقشته بمعزل عما يجري من أحداث ميدانية وسياسية سواء في العراق والمنطقة. لذلك هذه الوثائق تظهر أهميتها حيث توقيف الكشف عنها، فهي تأتي اليوم في ظل إعادة انتشار القوات الأمريكية وتعذيب عديدها وعدتها وقواعد في العراق، كذلك في ظل الحديث عن تفكيك سلاح الميليشيات، تهديد الإسرائيلي بتوجيه ضربات وهجمات لمقرات الميليشيات، وفي ظل العقوبات الأمريكية على العراق، وأيضا وهذا مهم في ظل التلويح الإيراني بإصدار قرار برلماني عراقي يطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق. وعلي أخي الكريم هذه الوثائق وأتوقع ستذكر لوائح أخرى التعامات بشخصيات الديانات العراقية على قائمة الإرهاب، وقد يشرع قانون مساعدة حق مرتكبي جرائم الحق في العراق وسوريا، يدل على أنه العراق اليوم فات ساحة لتصفية الحسابات بين الاحتلالين الأمريكي والإيراني وأدواتهم التدميرية، وسينهار الوضع الأمني وفقا لهذا الصراع من جديد، وليجد العراقيين أنفسهم وسط حرب منزوعة الأخلاق. أيضا هذه الدراسة اعترفت بأخطاء كارثية في العراق، يعني أثرت بالتأكيد في واقع العراق الحالي، ومن أبرز هذه الأخطاء إنشاء الميليشيات. ما أهداف الولايات المتحدة وغزوها من العراق برأيك من غض الطرف عن إنشاء هذه الميليشيات ثم الاعتراف الآن بهذه الأخطاء؟ أخي الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في العراق منذ عام 2003 ولغاية عام 2011 وهو الانسحاب الجزئي من العراق تحت عنوان الاتفاقية الأمنية والاستراتيجية، وهي في حال وقفتنا الاستراتيجية الأمريكية وهي في حال فشل مستمر واستنزاف مستديم نتيجة المقاومة العراقية آنذاك. لذلك شهدنا متغيرات عديدة قرأت على هذه الاستراتيجية العسكرية وفق مبدأ تضارب الأهداف مع الغايات، ومن هنا استثمرت المجاميع الميليشياوية هذا المبدأ وسارعت لبناء عمليتها ولتنشطر وتتكاثر في حاضنات إيرانية وتنتشر وتتغول في ظروف بيئية أمريكية ملائمة. والأمريكان في حينها تغابوا عن هذا التغول الميليشيات التعاقل لوجستيا وجهزوه بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالسلاح والآليات والمدرعات والهمرات والبرامج الأمريكية التي كانت بحوزة الميليشيات العراقية. إذن ألا ترى أن هذه السياسات الأمريكية قد أصلت لسياسة الإقصاء التي تمارسها حكومات ما بعد الاحتلال؟ بالتأكيد أخي، أمريكا هي من جاء هذه المنظومة الميليشياوية المتكاملة، وهي سعت إلى تدمير أهم ركائز بناء الدولة وهو الجيش العراقي والمؤسسة العسكرية والأمنية هنا أقصد، وأيضا القضاء الاقتصاد. هذه الركائز عندما دمرها الاحتلال اصبح العراق اليوم تحت سلطه الارهاب الميليشياوي الذي يحكم بسلاح متعدد الفوهات والاتجاهات، نيران حره غير مقيده وسجل وفيات استقالات بعد النهايات. اذا نحن اليوم ليس بصدد ما تكشف عنه هذه الوثائق الصغيره في مصلحه امريكا في المنطقه بحسب ما تقدرها هي من مصالح وحجم تهديد، لا
في الأرض الحيوية المناسبة. شكرا جزيلا لك. إذن بغداد مستشار مركز الأمة لدراسات وتطوير الشؤون العسكرية والأمنية سيد العميد ركن خليل الطائي.